اليوم يا مس في حصة اللغة العربية سوف نأخذ درس القراءة زيارة العقبة. زيارة العقبة، سافرت أسرة مازن إلى العقبة. نزلت الأسرة إلى الشاطئ. لعب مازن ورامي بالكرة. لعبت مريم تحت شجرة النخيل وبنت بيتا صغيرا من الرمل. جلس الوالدين على مقعد من خشب. نظرت أم مازن إلى البحر وقالت: ما أجمل هذه الطبيعة، فالبحر واسع والمياه زرقاء والهواء عذب. ركبت الأسرة القارب الزجاج. وشاهدت الأسماك الملونة والمرجان في البحر. سمعت مريم صوتا عاليا فشعرت بالخوف. قال أبوها: لا تخافي، هذا صوت البواخر التي تحمل البضائع وتنقل الركاب.